قال ولو ظن وقت الجماع بقاء وما لو ظن وقت الجماع بقاء الليل. يعني الان مثلا انسان اللي مش عارف الفجر طلع ولا ما طلعش، شايف طبعا اليوم الامور متيسره في ساعات وما الى ذلك، قديما ما كانوش يعرفوا شيء، شاك فجر طلع ما طلعش، فتح الشباك الدنيا عافيه بعدها، فقال انا بدي اجتهد وانا المفروض فيه اجتهد مش هيك؟ قال الاصل بقاء الليل، الليل متيقن فيه والفجر ايش ما له؟ مشكوك فيه، والقائل يقول اليقين لا يزول بالشك، فقال انا خلاص بدي اقول على اليقين، بدي اقول على الاصل بقاء الليل، فراح جمع زوجته. يجوز او لا يجوز؟ يجوز لانه الاصل بقاء الليل. فبعد ما صحيح اصبح صبحيات التقى بالشيخ بديع وراح سأله، وما سألوش ضل على صيامه، عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثر السؤال، سؤال التكلف. فراح سأل قال يا شيخ بديع انت سألت سؤال الليل والله تحيرت اي ساعة بأذن الفجر؟ وانا يعني كانت الساعة 5 وقلت اظن مش بأذن وافطرت. جمع الزوجة فقال له الله يعوض عليك الفجر بأذن الساعة ايش؟ الساعة 4. شو بنقول له؟ بنقول صومك باطل، يجب عليك الإتمام سائر اليوم بحرمة من شهر رمضان، ولا كفارة عليه، مش عليه كفارة، ما في عليه كفارة. ليش؟ لأنه غير آثم أصلا، وكان معه رخصة شرعية إنه جامع ويأكل ويشرب. لذلك شو قلنا قبل شوية؟ قلنا وبالآثم، يعني بقيد الآثم، مش قلنا الآن تجب الكفارة على الآثم؟ ما لو وطئ المريض او المسافر او بغير نية الترخص، وما لو ظن وقت الجماع بقاء الليل، مش آثم، حتى رخصة ولا يجوز، فكيف احنا نقول عليه كفارة؟ قال او شك فيه او ظن باجتهاد دخوله فبال جماعه نهارا لم تلزمه كفارة لانتفاء الاثم. معاي كما قلنا. قال ولا كفارة على من جامع عامدا بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر بالأكل لأنه يعتقد أنه غير صائم، وإن كان أصح بطلان صومه بهذا الجماع. شوف معاي سبحان الله الفقهاء التفصيلات اللي هي بتخطر على البال ولا هي بتخطر على الخاطر، لكن دول جماعة صفوا أذهانهم من كل علائق وعوائق الدنيا، فربنا فتح عليهم من كل باب. تخيل والله لو قعدنا احنا الان قلنا لك يا شيخ معين يا شيخ بديع اقعد واعطينا هيك تفريعات او افتراضات على من جمع زوجته وهو صائم، بس تدينا مساله مسالتين ثلاث، هي حصلنا فين؟ قاعدين حوالي ما يزيد عن 15 مساله او اكثر، تبلغ ايش؟ متعلقه كلها في الجماع، لا تقتل على الباب على الخاطر. هذا همهم، كان همهم ايش؟ التعليم، كيف احنا همنا الدنيا تقعد خمس داس، كيف تطور المشروع، كيف كذا وكيف بدي اعمل كذا وكيف بدي اعمل كذا وكذا الى اخره، تجيك افكار وواردات والهامات من حيث لا تشعر ولا تدري. هذول الجماعه نفس الشيء، همهم الله، همهم العلم، فتجيهم خواطر وواردات والهامات من حيث لا يشعرون، لانه بقوموا بيشربوا بناموا بيروحوا بيجوا، بس تفكيرهم في هذه الامور. فاذا بقول لك المساله كالتالي، شخص أكل نسيانا، أكل نسيانا وفكر إنه أفطر، فكر إنه أفطر، فكر بحكم الشرعي إذا أكل نسيانا إيش ما له؟ أفطر، فكان خلص مفطر ومفطر، فراح جمع إيش؟ زوجته، فيش عليه كفارة. فهمتوا كيف؟ إنه ليش؟ إنه هو غير آثم، هو أفطر. اصلا احنا كنا كل شوي قلنا لو افطر بغير مطئ ثم وطئ لا كفاره عليه، مش كنا احنا كل شوي لو افطر بغير مطئ ثم افطر لا كفاره عليه، هذا اذا افطر متعمدا بغير مطئ. فمن باب اولى اذا افطر ناسيا فظن انه افطر شرعا فجامع، مش هيك؟ قال وان كان الاصح بطلان صومه بهذا الجماع، طبعا صومه ايش ما هو؟ مبطل، يعني واحد افطر نسيانا، فكر حاله بطل صومه وراح جمع زوجته. لو ما جمع بطل صومه ايش ما له؟ بس لما راح جمع صار صومه ايش ما له؟ مبطل.
قال: ولا تجب على مسافر أفطر بالزنا مترخصا، لأن الفطر جائز له وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم. يعني واحد مسافر فرح زنا، مش عليه كفارة. ليش؟ قال: لأنه أفطر مسافر بالزنا بسبب رخصة ايش؟ السفر. فالإفطار جائز له. فهمتني كيف؟ فإذا إذا شخص مسافر زنا فيش عليه كفارة. ليش مش عليه كفارة؟ فيش عليه كفارة لأنه مع رخصة إفطار. مع صح وآثم. على الزنا. ويجب عليه الحد، ولكن فيش عليه كفارة. ليش؟ مع رخصة مع رخصة الإفطار. ولا لا كفارة عليه وعليه إثم بسبب الزنا. طيب. نسمع الآن أخليه. لأنه في دخول في فيه وفي فيه صح. طيب صليت على رسول الله. تنبيه. قيد في الروضة الجماعة بالتام تبعا للغزال احترازا من المرأة، فإنها تفطر بدخول شيء من الذكر في فرجها ولو دون الحشفة، وزيفوه بخروج ذلك بالجماع للفساد فيه بغيره، ومن جامع في يومين لزمه كفارتان. شوف انه عند الشافعي ما في عباره ما بغيتش اشرحها، اقراها بالدار في مواد الدار. عند الشافعي الكفارات لا تتداخل، ما تدخلش. يعني عند الحنفيه كفاره تتداخل، عند الحنفيه اذا واحد جامع اليوم، ثاني يوم جامع عليه كفاره واحده، عند الشافعي لا، عليه كفارتين. فاهمين كيف؟ لكن اذا جامع بنفس اليوم اكثر من مره كفارة واحدة. ماشي؟ نعم. قال: ومن جامع في يومين لزمه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلا تتداخل كفارتهما، سواء أكفر عن الجماع الأول قبل الثاني أم لا، كحجتين جامع فيهما، فلو جامع في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها، فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد. وإن كان بأربع زوجات وحدوث السفر ولو طويلا بعد الجماع لا يسقط الكفارة، لأن السفر المنشأ في أثناء النهار لا يبيح الفطر، فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة، وكذا حدوث المرض لا يسقطها، لأن المرض لا ينافي الصوم فيتحقق فسق حرمته. يعني